السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله وبياكم جميعا يا حبايب في هذا الملتقى الإلكتروني الثاني للتدريب تحت شعار التدريب وتحديات المرحلة الراهنة. هذه الليلة سنكون مع أحد الفرسان، أحد المدربين الكبار، مدرب ومستشار مالي، خبير في جمعية الأوراق المالية، استشاري جمعية المحاسبين والمراجعين، حاصل على شهادة ACCA من بريطانيا، يشرف الآن على عملية إعادة هيكلة لأكبر أحد البنوك، إنه المستشار المالي الكبير والقدير هيثم الروبي. في ليلته الثانية ومع الجزء الثاني في ورشته التدريبية إدارة الأزمات المالية، حيث سبق وأن تحدث في لقائه الأول عن الوعي وعن التحليل. سنكون هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى مع الجزء الثالث والرابع في هذه الورشة، وهي من أهم الأجزاء والتي ننتظرها بشغف. حياكم الله جميعا يا حبايب، والمايكروفون بيد مستشارنا الغالي هيثم الروبي، فليتفضل. مشكورا. اهلا وسهلا بك اخي عرار، وحياكم الله جميعا، واهلا وسهلا بجميع الحاضرين. تشرفت المره الماضيه ان انا كنت مع حضراتكم، وكنا بدانا في الورشه. انا ما اقدرش اسميها دوره لان دي ورشه، وقلنا اتفقنا المره اللي فاتت ان الورشه كان ليها اربع اهداف. الاربع اهداف لو حد يذكر معايا، انا شايف ناس عامله سمرزيشن وملخصات للدوره، وده شيء جميل، واشكر كل من تواصل معايا على الواتساب من الفتره اللي فاتت. وكنا اتكلمنا ان الورشه بتاعتنا بتتكلم في اربع مراحل: مرحله الوعي الاويرنس، بعدين مرحله الاناليسس التحليل، وكنا خلصنا دي وخلصنا دي المره اللي فاتت. المره دي ان شاء الله المفروض ان انا جاي ابدا معاكم بالكونكلوجن والريكومنديشن. كونكلوجنز اللي هي الاستنتاجات، والريكومنديشن التطبيقات اللي احنا هناخدها للفتره اللي جايه. طيب لو تتذكروا كنا المرحله بتاع الوعي كنا بنسرد فيها مراحل تطور الازمه والشواهد اللي بتقول ان احتمال يكون في ازمه. الاناليسز عملنا اناليسز للسيتويشن او للموقف اللي كان موجود في الفتره دي، واتكلمنا فيه ان فعلا احنا مش عاوزين بجع السودة تظهر لنا مره واحده، احنا محتاجين نقلل اثرها بحيث ان الازمه ما تتحولش لكارثه. فبرضو انا في نقطه حابب اوضحها، مفيش اي اقتصادي في العالم او اي حد بيتكلم في المال عنده عصايه سحريه للحلول لكل شيء، عشان نكون في الصوره، ولكن كل ما نملكه هو تخفيف اثار الازمه، تخفيف اثار الازمه ليس اكثر. لكن الازمه هتحدث، يبقى في حاله حدوثها كلنا هنتاثر بيها، مفيش اي مشكله خالص، لكن كل واحد فينا حسب استعداده ليها. لكن من حيث الازمه وحدوثها لا، هي في الواقع هتحدث. فبالتالي احنا كل اللي بنعمله دلوقتي ان احنا بنحاول نهيئ نفسنا لاستقبالها او لشكلها ايه. طيب هبدا مع حضراتكم. طيب طبعا الماده العلميه ان شاء الله هتبقى متوفره كامله، وبرضو المحاضره دي واللي قبلها متسجلين، وان شاء الله يتم امدادكم بالرابط بتاعهم ان شاء الله. النهارده هبدا في الكونكلوجنز ان شاء الله، وهي الاستنتاجات. هبدا في الكونكلوجنز او نقدر نقول الاستنتاج، بس عشان ابدا في الاستنتاج انا محتاج، في مشكله في الصوت، طيب يا ريت اللي سامعني يكتب واحد سامعني. سامعينك حبيبي. تمام ما شاء الله. طيب يبقى اللي عنده مشكله في الصوت، اللي عنده مشكله في الصوت اعتقد في النت عنده. طيب جميل. الكونكلوجنز او الاستنتاجات بتاعتنا. طيب ايه اللي احنا هنتكلم بقى فيه في الكونكلوجنز او الاستنتاجات؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. اول حاجه انا غالبا بستخدم نوع من انواع التخطيط بيسموه التخطيط بالسيناريو، ونركز شويه مع بعض. يعني ايه التخطيط بالسيناريو؟
تخطيط بالسيناريو ده ان حضرتك بيكون عملت اناليسز لمشكله ما، وفعلا ده اللي حصل مع بعض. احنا الفتره اللي فاتت لمينا كل الداتا اللي كانت متاحه والاخبار اللي سمعناها والتحاليل اللي صدرت من صندوق النقد والبنك الدولي ولميناها كلها وعملنا اناليسز. الطبيعي ان في برامج سيميوليشن او محاكاه بتحط فيها الحاجات دي بتطلع ليك احتمالات للازمه او بيسموها سيناريوهات، كذا سيناريو. سيناريو 1 2 3 4 ممكن يوصل عندك اكتر من سيناريو حسب درجة تعقد الأزمة أو أن الأزمة دي معقدة أو بسيطة في حد ذاتها. طيب اللي حصل إن إحنا خدنا الأناليسز اللي عملناه مع بعض دخلناه في سيميوليشن برنامج محاكاة وبدأنا نحط سيناريوهات. الغرب عموما بيستخدم أسلوب التخطيط في السيناريو، وركز بقى يفرق في إيه أسلوب التخطيط في السيناريو عن بقية الأساليب. اسلوب التخطيط بالسيناريو بيفرق في ان هو بيديك اكتر من بديل، يعني بيدي اكتر من بديل للاحداث المتوقعه، فبالتالي انت لازم تكون جاهز لاكتر من احتمال. طيب في الحاله اللي زي دي لما تكون جاهز لاكتر من احتمال ايه اللي بيحصل؟ بتتنقل بين البدائل بشكل سريع، فبالتالي ما بتشعرش ان في ازمه بالشكل الكبير. يبقى الفكرة هنا قايمة على إيه؟ قايمة في التخطيط بالسيناريو أو باستخدام السيناريو إنك تتنقل بين الاحتمالات، فبالتالي تأثير الأزمة عليك يخف. وهو ده اللي أنا حاولت أعمله معاكم النهاردة في الكونكلوجنز، إن إحنا نحاول نحط أكتر من سيناريو للأزمة وبالتالي أكون أنا جاهز ليهم، أكون ريدي ليهم. طيب السيناريوهات دي هتتحط بناء على إيه؟ هتتحط بناء على مدة تعرضنا للأزمة. طيب السيناريوهات المتاحة بناء على الداتا أو المعطيات اللي كانت موجودة عندنا، في سيناريو وده السيناريو الأكثر تفاؤلا. احنا خلي بالك أنا في مرحلة الكونكلوجنز الاستنتاجات، أنا بدي استنتاجات. طيب السيناريو الأكثر تفاؤلا إن في حل خلال 3 شهور، ده سيناريو على فكرة. لو في حل خلال 3 شهور ده معناه ان شاء الله بالكتير قوي شهر 7 القادم هنشهد ارتفاع في الاقتصاد مرة تانية بالصورة اللي انا رسمها لحضرتك دي، فبالتالي الاضرار هتكون خفيفة. طيب السيناريو ده لازم يكون فيه شيء من الواقع بيسبورتي او بيدعمه. طيب ايه اللي بيدعم السيناريو الاول اللي هو بنسميه الاكثر تفاؤلا؟ اللي بيدعم السيناريو ده في دراسة سبحان الله نشرت يوم الجمعة اللي فاتت، نشرتها جامعة في سنغافورة اسمها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم. الجامعة تنبأت بأن مشكلة الفيروس هتنتهي في أكتر من دولة بين شهر 5 وشهر 6، يعني من ضمن الداتا اللي طلعت من الجامعة إن مثلا على المثال كندا 16 مايو يخلص فيها الأزمة، تركيا 15 مايو، الإمارات 15 مايو، مصر أعتقد 20 مايو. فبدأت تحط أو الدراسة بناء على الداتا والبيانات اللي موجودة عندها لما عملت ليها أناليسز قالت إن ممكن الأزمة تنتهي في شهر مايو. طيب في حالة إن الأزمة انتهت في شهر مايو يبقى ممكن الاقتصاد يرتفع بعد 3 شهور، فبالتالي ده السيناريو الأكثر تفاؤلا، يعني حقيقة الأكثر تفاؤلا. والعلم أنا لا أميل لي ليه؟ لأن بوجود الفيروس، من غير وجود الفيروس أوريدي في أزمة. وصلت الفكرة؟ يمكن الفيروس هيغطي عليها شوية، هيكون عندنا سبب واضح، لكن أوريدي هو في أزمة مالية، لازم نبقى مقتنعين بده. طيب ده كده السيناريو الأكثر تفاؤلا. طيب خليني أشيل كلمة الأكثر دي وأقول السيناريو المتفائل. المتفائل إن في حلول خلال 6 شهور، 6 شهور. يعني كده دلوقتي في عندي سيناريو 3 شهور ده الأكثر تفاؤلا، سيناريو 6 شهور وده الأكبر أو اللي ليه تأثير السيناريو المتفائل. طيب السيناريو المتفائل إن الحل خلال 6 شهور، إذن الحل خلال 6 شهور ده إيه اللي بيؤيد الاحتمال التاني ده؟ إيه اللي بيخلينا إن إحنا نؤيد الاحتمال ده؟ اللي بيخلينا نؤيد الاحتمال ده إن 1 البيانات التاريخية في الدول العربية عموما، لما تيجي تمسك الدول العربية عموما من شهر تقريبا من شهر 4
لشهر 9 تقريبا الاقتصاد بيكون في حاله ركود. احنا تعودنا ان في الدول العربيه عموما 6 و7 و8 و9 اجازات فسح رمضان، فبالتالي بيكون في شبه ركود في الاقتصاد. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ اللي بيقول الكلام ده البيانات التاريخيه اللي موجوده لمعظم الدول العربيه. طب ده معناه ايه؟ معناه ان حتى لو المشكله اتحلت في 6 شهور مش هيحصل اي عمليه اعاده تنشيط او تشغيل الاقتصاد قبل شهر 9 القادم. لو افترضنا ان الازمه بدات في 3 يبقى هتنتهي في 9، وده برضه سيناريو متفائل للعلم. تمام؟ سيناريو متفائل بيدعموا الاحتماليه ان كده كده في ركود. طيب في حاجه كمان، لغايه اللحظه اللي بنتكلم فيها مفيش اي اكتشاف لمصل تم، لكن الابحاث ستيل مستمره. طيب اللي حصل ايه؟ ان في رئيس الوزراء البريطاني من فتره عشان يؤيد الاحتمال ده، انا بجيب كل المؤيدات او التاكيدات اللي تؤيد الاحتمال، ان قال ان في علاج تم التوصل ليه وان ليه نتائج مباشره على الفيروس، وفي اسوء الظروف هيكون متاح اخر العام. يعني نقول السيناريو المتفائل ان هي برضه خلال 6 شهور من دلوقتي. طيب اذا في 2 سيناريوز، واحد 3 شهور، الثاني 6 شهور. طيب تعال بقى معايا في التالي، السيناريو المتشائم وده اعلى، ان الحل خلال عام. ده خلاص بقى، ده كده خلال عام ان شاء الله 3 2021. طيب السيناريو المتشائم ده بتاع 3 اللي هو شهر 3 عام 21، ايه اللي بيأيد الفرضيه دي؟ اول حاجه اللي بيأيد ده ان الناس اللي بتأيد الفرض ده بتقول ايه؟ بتقول ان اوريدي الازمه الماليه موجوده سواء الفيروس موجود او غير موجود، فبالتالي حتى لو افترضنا ان الفيروس مشكلته اتحلت ولقوا المصل، في جميع الاحوال الفيروس اصلا ما كانش غير شراره لبدايه الازمه، لكن نفصل بين الفيروس ونفصل بين الازمه الماليه. دول اللي بيأيدوا الاحتمال ده. طيب في حاله السيناريو المتشائم ده حصل، شور مؤشرات البطاله بتزيد. شور بدايه من بعد ما يتعدي اول 6 شهور بتبدا ظهور مجاعات في بعض الدول. تمام؟ طيب هل في انهيار؟ في انهيارات في اقتصادات هشه لبعض الدول، وكنت عرضت قدام حضراتكم الاحصائيه المره اللي فاتت. في دول يمكن حتى ذكرناها بالاسم هي اوريدي معرضه للانهيار التام او اعلان الافلاس. طيب ده كده السيناريو المتشائم اللي هي تستمر لمده سنه. كمان جميل، يبقى كده انا عندي 3 سيناريوهات لو احنا بنشتغل باسلوب التخطيط باستخدام السيناريوز. السيناريو كارثي، ورغم على فكره ان كل المؤشرات بتروح للسيناريو ده للعلم، لكن انا اامل من الله انه ما يكونش هو ده. السيناريو الكارثي ان هو 3 سنوات، وده على فكره اي ازمه كساد فعليا، اي ازمه كساد فعليا بتمر من 3 سنوات ل 10 سنوات فعليا. وفي الحاله اللي زي دي سواء اذا كانت الازمه المتشائمة أو السيناريو الكارثي، إحنا في جميع الأحوال على فكرة الموضوع علاقة بالفيروس، ده مالية أحد جوانبها هو الفيروس، الفيروس مش العامل المؤثر فيها. طيب السيناريو الكارثي ده ما إحنا عاوزين نعرف مين اللي بيأيده. الخطر فيه بقى إن نوربيل روبيني، وده واحد اللي بيقرأ في الأدبيات الاقتصادية يعرف إنه قبل 2008 سنة 2006 تحديدا الراجل ده توقع بالأزمة المالية في سنة 2008. فالراجل ده في سنة 2006 توقع بحدوث أزمة مالية في سنة 2008، وللعلم هو على فكرة مقرب جدا من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا شبه قراره ليه صوت كبير في الخزانة الأمريكية، واوريدي هو كاتب وأكاديمي. كمان الكلام اللي هو قاله، قال ايه من الكلام اللي قاله؟ قال ان الازمه الاقتصاديه اللي بدات دي هتسبب خراب اكثر من الكساد العظيم. الكساد العظيم لو حد فاكر احنا اتكلمنا عنه، اللي هو حصل سنه 1929 واستمر 10 سنين ل 1939، بيقول ان ده هيسبب ازمه اقوى منه. طيب حلو. طيب في حاله بقى، شوف بقى الازمه كده بالنسبه له هتحصل. طيب
في حالة إن الأزمة هتحصل هتحصل، لو كمان الفيروس ما تمش اختراع مصل ليه خلال الفترة أو خلال العامين الجايين، إحنا ممكن نرجع فعليا للعصور الوسطى للقرن الرابع عشر. جميل؟ ده وارد. طيب برضو اللي بيأيد الموضوع ده أو السيناريو الكارثي مين؟ كينث روغوف، وده مؤلف أصلا لكتاب اسمه تاريخ الأزمات المالية. شوف الكلام عجيب فعليا، قال إيه؟ قال أشعر أن الأزمة المالية لعام 2008 كانت مجرد تجربة، مجرد تجربة لما يحصل الآن. السيناريو بتاع الكارثي أو الثلاث سنوات طبقا لبرامج السيموليشن ينتهي بانهيار الدولار ولازم حرب عالمية ثالثة، مفيش مفر. عشان كده كل اللي توقعوا السيناريو الكارثي ده، اللي توقعوا السيناريو الكارثي ده قال ده لازم ينتهي بانهيار الدولار، حرب عالمية ثالثة، تشكيل نظام جديد مالي كبير يجمع بقى، يكون ثنائي بقى صيني أمريكي، يكون أمريكا طلعت من الصورة. الأمور السياسية دي ليها ناس تقدر تتكلم فيها، لكن اقتصاديا الموضوع في السيناريو الكارثي اللي هو ثلاث سنوات فما فوق هو الأكثر ترجيحا للأسف. للأسف لأن الأزمة مش مرتبطة بفيروس كورونا، الفيروس اوريدي هو شرارة البدء أو مؤشر من المؤشرات اللي تمت، لكن الأزمة كانت هتحدث سواء بالفيروس أو من غير الفيروس، لأن زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت حصل تضخم غير طبيعي في مستويات الديون، وده اللي أدى اللي حصل حضرتكم. إذن أنا دلوقتي بناء على الكونكلوجنز أو الاستنتاجات، إحنا طلعنا بأربع سيناريوهات. سيناريو أول سيناريو اللي هو ثلاث شهور، وده سميناه الأكثر تفاؤلا. التاني المتفائل، وده ثلاث شهور، ست شهور. المتشائم سنة. الكارثي ثلاث سنوات، وده أصعب سيناريو ممكن نقدر نوصل ليه. أنا قبل ما أدخل في الجزء الرابع اللي هو الريكومنديشن، أول شيء أستقبل لو حد عند حضراتكم عنده سؤال ممكن يتفضل. شيء تاني، ياريت كل واحد فينا يبقى معاه ورقة وقلم بداية من الجزء الرابع. أنصح أن يكون حضرتك معاك ورقة وقلم، ويسعدني أستقبل استفسارات حضراتكم. تفضلوا، لو حد حابب يسأل ممكن يكتب على الشاتينج، أو لو أستاذ تركي معانا ممكن يسأل السؤال قبل ما نتنقل للمرحلة اللي بعدها. أستاذ تركي مش معانا. أوكي كلا معك معانا، لو حد عنده سؤال ممكن. في تعليقات فقط، المسألة لحد الآن ما جاء، يعني في أخ أو سنة تقول خمس سنوات، هذا مؤكد تستمر الآثار. وبرضه بتقول لو يخلص أزمة كورونا باقي قدامنا أثر الفيروس، وهذا يأخذ وقت. حقيقي فعلا فعلا، لو خلصت أزمة كورونا ما زال أمامنا أثر الفيروس، وده هياخد وقت. تركي فوس، في سؤال، ما هو العامل الأكثر تأثيرا للأزمة المالية إذا لم يكن الفيروس؟ الديون. الديون المالية على الأفراد وعلى العائلات، هما بيسموه القطاع العائلي، قطاع العائلات وقطاع أو القطاع الاقتصادي أو قطاع الدول. الديون بدأت توصل لمعدلات ضخمة بشكل غير طبيعي. فبجميع الأحوال سواء الفيروس كان موجود أو الفيروس ما كانش موجود، إحنا كنا هنوصل لنفس مرحلة الأزمة اللي إحنا موجودين فيها. هتخرجنا بالتوفيق. هدخل في الريكومنديشنز، بس المتوقع الوضع اللبناني يا اهل الخير الى حد ما الاقتصاد اللبناني الطبيعه هترجع لطبيعتها، يعني يعني ايه، يعني الامور هترجع، يعني يستحسن ان الناس ترجع لطبيعتها، يعني اللي عنده مزرعه يزرع واللي عنده اكل يبدا يعني ينام ينتج ذاتيا، لان من الدول اللي انا حطيتها او مش اللي انا حطيتها، لصندوق النقد والبنك الدولي حطوها ضمن الدول الاكثر هشاشه في 2020 كانت منها لبنان. لا هو ما فيش حاجه اسمها، شوفوا انا لا اميل للسيناريو، لا اميل للسيناريو اللي بيسموه المؤامره. سيناريو المؤامره حتى لو افترضنا ان هو موجود، لكن الدلائل العلميه يعني ما بتاخدش بالحاجات دي قوي. تمام. لا، التأثير المالي القادم على الشعوب، الشعوب غالبا هي اللي في الأزمات. فعلا فعلا العودة في لبنان الى الطبيعة ده احسن حل في الفترة دي، واللي معاه سيولة يستحسن انه يحطها في الذهب. طيب هستأذنكم.
والله هو مش توقعي أنا للوضع في مصر، لكن معظم الإحصائيات والدول بتقول أو إحصائيات اللي صادرة من البنك الدولي ومن صندوق النقد، حتى اللي حصلة من الكتاب الاقتصاديين، بتقول إن العالم هيرجع للصناعات الحقيقية أو للأنشطة الاقتصادية الحقيقية، الزراعة الصناعة التجارة. ده معناه إيه؟ إن الدول ذات الحضارة القديمة واللي هي أوريدي عندها أساليب للزراعة والصناعة والتجارة قديماً هتبدأ تحتل مكانة في الاقتصاد الحديث، بدليل إن الصين دلوقتي بتقود العالم مش عن طريق مكاسب مالية أو تجارات وهمية في مسندات زي اللي بيحصل في الولايات المتحدة الأمريكية. الاقتصاد الصيني اقتصاد حقيقي 100%. هندخل في الريكومنديشن. لا، اللي عنده ذهب، لا، كيم الذهب، منحنى الذهب طالع جدا، وانا جايب لكم المنحنى النهارده. فعلا استثمار صناعي وزراعي، لا الزراعي احسن في الفتره الجايه. طبعا شوف دول الخليج والمنطقه العربيه على فكره كامله تمتلك قدره على ان هي تعيد صياغه اقتصادها بنفسها، لان في موارد طبيعيه، خلي بالك. لكن المشكله بقى امتى هنبدا ناخد الاجراءات دي. تمام، طيب استاذنكم نرجع تاني نكمل. ده كده السيناريو الكارثي للازمه. فعلا مصر على فكره من المتوقع ان تكون الدوله السادسه او الخامسه في الاقتصاد العالمي الجديد بعد مرور الازمه الكارثيه بثلاث سنوات او اربع سنوات، دي حقيقه. طيب ريكومنديشن، هستاذن حضرتك اول حاجه عشان ندي توصيات صحيحه، استاذنك نمسك ورقه وقلم يكونوا معاك ونبدا في اللي احنا هنقوله دلوقتي. اول شيء في الريكومنديشن بتاعتي، لازم تقيم وضعك المالي حاليا. انت دلوقتي في منطقه او في مكان انك انت تبدا تقيم وضعك المالي الحالي. طيب وضعك المالي الحالي عشان تقدر تقيمه، المفروض ان حضرتك هتحسب المعادله دي. محتاجك تجيب كل قيمه جميع ممتلكاتك دي. ممكن تكون ايه؟ سيارة عندك، بيت، عقار، مزرعة، أي شيء من دول، وتقسمه على كل ديونك أو كل الالتزامات اللي موجودة عندك. طيب أنا لما أجيب قيمة كل الممتلكات دي وأقسمها على قيمة كل الديون، طيب أنا الحين عندي سيارة، السيارة على سبيل المثال قيمتها مثلا 4000 دولار، دفعت منها 3000 دولار، اللي يتحسب في ممتلكاتك هو ال 3000 دولار فقط. فانت هتيجي هنا في ممتلكاتك اجمع كل الفلوس اللي معاك، سواء في صورة اصول او صورة عقارات او سيولة كاش، واقسمها على كل المبالغ المصدق الديون واجبة الدفع. أرجو إن إحنا نبدأ نعمل ده. ورقة وقلم، وابدأ نحسب الحسبة البسيطة دي. ده تقسيم ده. حد طلع مع ناتج؟ نحب نسمع، لو حد عنده ناتج يكتبه. يعني مستر هيثم، يعني ايه حبيبي ديون قابلة الدفع؟ تقصد ديون علينا يعني ولا حاجات احنا ندفعها في اي ديون عليك؟ يعني مش فلوس اقساط، فلوس مستحقة فعليا. يعني خدت من واحد فلوس، خدت قرض من البنك ولازم يدفع، كل ده يدخل في الديون الموجودة عليك. وليكن مثلا على سبيل المثال أنا أمتلك سيارة دفعت منها 4000 دولار، هحط 4000 دولار هنا، زائد أمتلك بيت دافع من الاقساط بتاعته 7000 دولار أهو، زائد أمتلك أرض زراعية مثلا، أرض دفعت من الاقساط بتاعتها 6000، ده كده كل ما أمتلكه. أقسمه على مين؟
جميع ديوني. ديوني دي معناها ايه؟ ان فلوس خدتها ومستحقة السداد مش لأقساط، دي مستحقة لازم ادفعها، مش مرتبطة بأصل من الأصول. وليكن مثلا على سبيل المثال انا عندي عندي ديون قرض خدته من البنك، خدته الحاجات الاستهلاكية كام؟ ب7000 دولار مثلا، ده يتحط هنا. طيب باقي في قسط السيارة 2000، لا ما تدخلوش، ما تدخلش أقساط مرتبطة بأصل دلوقتي، دخلي المستحق الدفع كده كده هتدفعه. اقسم الاثنين على بعض، اقسم الاثنين على بعض. طبعا هنا على فكرة أنا ما بتكلمش على حالة الشركات خالص، أنا بتكلم على الأفراد. اقسم الاثنين على بعض. مش معنى ما عندك ديون، لو ما عندك ديون احمد ربنا، ده انت اقل من 1% من العالم يعني. ايه هذا السؤال اللي كنت بطرح عليك لانه كانت والله على فكره السؤال ده سؤال يعني مش قادر احكي لك يعني. طيب يعني اللي ما عندوش طبعا الحمد لله، اللي ما عندوش ديون ده على فكره ده عايش، اما ده هيعدي بسرعه. ده موضوع في الشركات، احنا ما بنتكلمش على الشركات، احنا بنتكلم على الافراد. الافراد في فرق بين الشركات والافراد. الشركات مش وقتها، احنا بنتكلم في الافراد. جميل، واحد طلع 1.4، جميل، الباقي مستثمر الباقي حتى لو استثمار طويل الاجل يدخل، المهم ان في فلوس موجوده 1.4. حد تاني؟ ها محتاج اسمع. اقسم، جيب ممتلكاتك اقسمها على كل ديونك 1.4. حد تاني كمان؟ جميل، 1.4. الخط الاحمر هنقوله، بس انا محتاج اعرف اسمع الارض كل 1.4. معقول البنك العقاري ليه قسط؟ القسط انا ما يخصنيش، القسط انا يخصني اللي اندفع منه كام حطه في اصولك، اللي اندفع منه حطه فوق في ممتلكاتك، الباقي لا. 1.28 1.2، رائع. اسمع الباقي 1.2. اخي تركي اعتقد بس نقفل الصوت على الكل لان في ناس كتير بتتكلم. ما استحاله يطلع 13%، هو بيطلع بعلامه عشريه يعني 1 بوينت حاجه، ما بيطلعش هو 13% دي خالص. 1 اوكي، والله جميل اللي طالع معاه 1 جميل. ها الباقي زيرو بوينت 1 1.1. اوكي 0.1، ربنا يكون في عونك. طيب اليوزر اللي حضرتك اسمه ده طلع بكام؟ 1.1. لا انا ما بتكلمش المؤسسات، انا بتكلم النهارده على الاشخاص وبس، ما بتكلمش على الافراد. مؤسسات دي ممكن تبقى دوره تاني يعملها وقت تاني. 1.1 ها الباقي فين؟ 1 ما شاء الله، ما فيش حد اقل من 1، كلكم كده ما شاء الله. ايوه ديونك اللي عند الافراد تعتبر من الممتلكات، حطها فوق برضو لان دي فلوس ليك. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني انا بقول مثلا، انا بقول ان انا لو عندي مثلا ثروه او عندي ممتلكات تقدر ب 6.5 مليون وعليا 500,000، فبقسم ال 6.5 مليون على 500. مظبوط يا فندم. طيب بعتلها 13. طب جميل، هقول لك دلوقتي يعني دي، ولا انا هحسب حاجه غلط؟ لا 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 لا، كلامك صحيح جميل، بس الرقم كبير شويه. بس هقول لك، هل تعتبر الديون؟ ايوه خلاص. طيب ليه عند الناس اكتر من 375,000؟ اكتبهم يا فندم، اللي ليك عند الناس اكتبه في الممتلكات، الفلوس اللي ليك عند الناس اكتبها في الممتلكات. طيب من الواضح ان في ناس، انا ما شاء الله الحضور كبير بس انا شايف ناس مكسوفه تكتب، فمفيش مشكله، انا ممكن اوضح الصوره هتبقى ماشيه ازاي. طيب عموما عندك 3 احتمالات. لو انت الناتج بتاعك طلع 1، انت في امان مالي على فكره، احمد ربنا على اللي انت فيه فعلا. تمام؟ لو انت طلع معاك 1 انت في امان مالي وفي نعمه كبيره. لو طلع معاك اكبر من 1 انت في ثراء مالي، يعني زميلنا اللي قال لي دلوقتي اللي كان بيتكلم وقال لي 13%، الله اكبر، ده على فكره عادي، هو مش 13% هو 13 مره. انت كده معناه ان ممتلكاتك قد ديونك 13 مره.
طيب لو اقل من الواحد على فكره انت في ازمه ماليه، بس في نقطه بقى هنا. طب لغيت امتى انا في ازمه؟ من 1 ل 0.5 انت في ازمه، اقل من 0.5 انت في حاله افلاس، فعليا انت في حاله افلاس. او يعني حد دلوقتي جايب 0.8 انت في ازمه ماليه. طيب 0.7 ازمه، 6 ازمه، بدايه 0.5 ده شخص بيبدا ازمه اوريدي داخل على مرحله افلاس. تاني هعيدها تاني يا استاذه سوني. حاضر. اول حاجه لو هو بيساوي، لو الرقم ده لما تجيب قسمته طلع بواحد انت في مرحله امان، اكبر من الواحد انت في ثراء مالي، اقل من الواحد انت في ازمه ماليه. 0.5 ده مؤشر خطير لان دي بدايه افلاس او بدايه مشاكل ماليه هتتعرض ليها فعليا، وخاصه مع دخول الازمه في الفتره اللي جايه دي. اذا كل هنا بقى في نقطه، اللي طلع واحد ده في امان مالي، طب طلع اكتر من واحد، 2 3 4 انت على فكره في امان مالي بزياده كمان، 5 7 13 انت كده الى حد ما عندك ادوات تقدر تخليك الفتره الجايه تعدي الامور، تعدي الامور مهما كانت صعوبتها. لذلك اللي انا بقوله المؤشر ده لازم تعمله، حتى اللي فيكم ما لحقش يعمله دلوقتي واحنا شغالين مع بعض، ممكن بعد انا ما اخلص وهبعت الماده العلميه يقدر يعمله ويقوم بيه. تمام. يبقى اول شيء عملناه ان احنا شفنا وضعنا المالي الحالي شكله ايه. اظن الكل كده دلوقتي طالع معايا من المرحله دي عارف هو واقف فين. طيب جميل. الثلاث مؤشرات دول خلصناهم. طيب تعال بقى نقيم مدى الضرر اللي حدث في الدخل. تعال بقى ندخل في مدى الضرر اللي حدث عندي في الدخل. اولا على فكره انا لغيت اللحظه دي انا بحتفظ بسجلات، والله يعني لو عندي على الاكسل سجلات لدخلي 2016 2017 2018 2019 وبعمل اناليسيز ليه، لان انت في الماليات خاصه لازم تبقى متابع وشايف الفلوس بتاعتك بتروح فين، هل دخلك بيزيد كل سنه، بيقل، بيقف، ايه اللي بيحصل، انت رايح فين. فمنطقي انا عارف ان ممكن كل واحد فينا يكونش عنده الداتا دي، فالنصيحه مني وانت قاعد كده دلوقتي افتكر 2017 تقريبا اللي دخلك كم، 2018 تقريبا اللي دخلك كم، 2019 اللي دخلك كم تقريبا. 2017 مثلا نفترض على سبيل المثال، انا هفترض ان دخلك 10,000 دولار، لان 2017 على فكره ما كانتش سنه، يعني كان فيها بدايه 2015 و16 كان فيها شويه الامور ما كانتش تمام. 2018 نقول دخلك 20، اوكي 20,000. 2019 دخلك كانت بدايتها شويه صعبه، اقول دخلك 25، انت بتزيد اهو خلي بالك. ها ال 25 اللي دخلوا لك دول في 2019 دول اخر رقم دخل لك، صح كده ولا لا؟ ال 25 اللي دخلوا لك في 2019 دول تتوقع منهم الانخفاض في 2020 يوصل كام؟ دي نقطه هامه بقى. يعني انا دلوقتي 2017 كنت 10، 2018 زدت بقيت 20، 2019 عدى منها لغايه دلوقتي 5 شهور او 4 شهور، الخمس شهور دول تقريبا ما دخليش فلوس. طيب انا توقعاتي لو استمرت 2015 دي مقدار الضرر، ودي النقطه الثالثه، ايه مقدار الضرر اللي في دخلك في سنه 2020؟ كم الضرر اللي انت متوقعه؟ 50% 40؟ تمام جميل، كمل الباقي ممكن يكتب. أربعين ما شاء الله. طب حلو الباقي. الموظفين وضعهم ثابت فعلا دكتور هيثم حقيقي، بس خلي بالك دكتور مش مفيش حد عايش على الوظيفة، أكيد عنده دخل آخر. 35 10%. جميل جميل.
خاصة أنا شايف ما شاء الله في من زمايلنا مدربين كتير موجودين معانا دلوقتي. إحنا المدرب اللي هو حر أو الفريلانس أكثر واحد تعرضا للأزمة للعلم، لكن لازم يبدأ يشوف تكنيكس جديدة. 60 حلو جميل، 50 جميل، كل واحد فينا تعرض بمقدار. مثلا لو قلت إن أنا دخلي في 2017 كان 20,000 دولار، أهو 2018 25,000 دولار، 2019 بقى 30. ولنفترض ان 2019 دي انا شايف ان 2020 انا هتضرر بنسبة 50%، اذا انا اتوقع ان دخلي هيبقى 15,000 دولار تقريبا. يعني انا اتوقع ان دخلي هيكون 15,000 دولار بناء على ايه؟ ان انا ضرري 50%. يبقى معلش نراجع الخطوات. اول حاجة كل واحد فينا عارف وضعه المالي فين، الوضع المالي الحالي، بعدين دخلنا على تقييم مدى الضرر، مقدار الانخفاض اللي هيكون في الراتب حسبناه، بعدين اربعة نقطة دي هامة. وانا على فكرة يدوب انا يعني انا بدأت بقى في ايه الفترة اللي فاتت دي اعمل اناليسيس كبير حتى بتشارت وكده عشان ابقى فاهم انا رايح فين. فرحت عملت ايه، انت دلوقتي 50% الضرر اللي انا هتعرض له زي المثال اللي فات ده مثلا 50%، عملنا ايه؟ بدأت احسب كل المصاريف الشهرية اللي موجودة عندك. والله شوف موضوع الرواتب الموظفين ده، انا بس يعني خلي بالك الدول ممكن تكون قادرة تدفع 6 شهور 9 شهور، محدش عارف الامور فيها ايه. فخلينا يعني ايه من موظفين القطاع الخاص اكثر تاثرا، وانتوا عارفين ان معظم تشريعات الدول بدات تشتغل في الموضوع ده. وخلي بالك انا كمان كواحد في القطاع الخاص بقول لك ان اللي هيبقى الفتره الجايه كموظف في القطاع الخاص هو اللي قيمته اعلى من سعره. فسرها بقى، يعني الشخص اللي قيمته بيفيد المؤسسه تكون اعلى من سعره، هو ده اللي هيبقى في المؤسسه. فده برضو تجينا نفكر فيه ان فعليا ان لازم تكون قيمتي اعلى من سعري، ساعتها هستمر. جميل. طيب المصروفات الشهريه بتاعتك هتبدا تحطها في جدول زي ده بحيث انك تبقى فاهم ايه اللي هيحصل فيها. تمام. هتبدا تسردها، معروف كل واحد فينا بيصرف كام، مثلا مصروف بيته، بنزينه، سيارته، اقساط عقارات، اقساط اخرى، المصاريف، الادخار، كل ده يحطه. طيب جميل. يبقى معلش راجع الاربع خطوات تاني، مستحملوني شويه. اول خطوه قلت تقييم وضعك المالي الحالي، اتنين تقييم مدى الضرر، تلاته مقدار الانخفاض المتوقع، اربعه حصر المصروفات الشهريه، خمسه وده اهم نموذج ولازم تحاول تفكر هتعمله ازاي سنويا. لا احنا بنتكلم في لا المصروفات شهريا، بنتكلم في المصروفات. طيب في نموذج جميل جدا اسمه الـ MLB. الـ M معناها do more، يعني لما احط علامة الـ M دي ان انا هصرف اكتر. الـ do less ان انا هقلل. B اللي هي الـ begin ابدأ. يبقى انا عندي نموذج الـ MLB، M do more، L do less، be begin. اوكي عملنا ايه؟ do more معناها ان انا هزيد في السلوك المالي ده لانه بيحفز الخطه او بيعزز الخطه. طيب do less او ال ان انا هقلل في السلوك ده لانه بيعزز خطتي. be ان انا هتبنى سلوك جديد يعزز الخطه. الجدول اللي جاي ده يعتبر من اهم الجداول في recommendation، اللي هو عمل الخطة المالية المرحلية. استمتع معايا بقى عقليا باللي انا بقوله ده. انا هعمل ايه دلوقتي او هنعمل ايه؟ هنجمع حاجتين مع بعض، هنجمع الريكومنديشن او الكونكلوجن مع الريكومنديشن. لو حد فاكر فيكم الكونكلوجن كان قسم الازمة لاربع مراحل، صح؟ تعال نشوف الخطة يبقى شكلها ايه. دي الخطة، حط مصاريف حضرتك هنا بالكامل اهي، وحط السيناريوهات. ادي السيناريو الاول، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع. لو الخطه دي استمرت 3 شهور
أو سوري لو الأزمة استمرت 3 شهور، لو الأزمة استمرت 6 شهور، لو الأزمة استمرت عام، لو الأزمة استمرت 3 سنين. جميل، جميل جدا جدا جدا. طيب حط المصاريف بتاعتي اهي زي ما احنا كتبناها من فوق، وبعدها نعمل ايه؟ حط الفعلي اللي انت فعلا بتصرفه ده في الثلاث شهور. طيب انا في الثلاث شهور، في خطة الثلاث شهور الفعلي مثلا انا هصرف 500 دولار لمصروف البيت مثلا، هعمل ايه؟ هل ده احط له الام ولا البي ولا الال؟ خلي طبعا احط له الال. طب ال الكام؟ ال ال 400 دولار. طيب اوكي، في حاله استمرار الازمه للست شهور، ال 400 دول الفعل هنا احط ايه؟ ال لكام؟ ل 350. طيب لو استمرت عام، ال 350 دولار دول هيكونوا كام؟ ممكن احط ال لكام؟ ل 200. وصلت الفكره؟ اذا انا ببدا اقسم كل المصاريف اللي موجوده عندي، وابدا اشوف مين اللي احط له ال وام وبي بناء على ايه؟ بناء على السلوك ده انت عاوزه ايه. طبعا احنا كلنا عندنا يعني دافع روحي وديني قوي جدا. الصدقات مثلا مؤثره جدا، كلنا عارفين ان الصدقات مؤثره جدا في الوضع اللي احنا فيه. وبجد بجد بجد انا الفتره اللي حصلت فيها الازمه الثلاث شهور اللي فاتوا دول، احنا كدول عربيه بجد لازم نحيي انفسنا بجد، لان اللي شفناه في الاتحاد الاوروبي او اللي شفناه في الدول الثانيه والصراع اللي بيحصل في السوبر ماركتات والاكل، احنا على العكس، احنا عندنا الدول بتوزع الاكل على الناس. فسو مثلا الزكاه، احنا عارفين ان الزكاه دي احنا في الفتره دي مثلا ممكن نزودها. طب خليها كانت 100 دولار في الشهر. لا دي انا ازود، دي دو مور، بالعكس ادي ادفع وهكذا. النموذج اللي قدامك ده انا مش هقول لك ان هو هيخليك يعني مش هيقول لك ان انت هتعدي او مش هتتاثر بالازمه، لا هتتاثر، كلنا هنتاثر لان دي اراده الله، لكن التاثير عندي مش هيكون البجعه السوداء اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، امال ايه؟ هيكون اثاره علي اقل، لان انا اوريدي توقعت وبنيت له النموذج اللي محتاجه، وده احسن شيء في الخطه المرحليه اللي قدامكم. متاحه ان شاء الله على الاكسل، هبعتها برضو، وممكن الاستاذ تركي هيوزع عليكم مع الماده العلميه، بحيث ان حضرتك تحط كل شيء عندك من المصاريف وتحط له سواء الام او البي او الال. ده النموذج اسمه نموذج الخطه المرحليه او الخطه الماليه المرحليه، ودي تعتبر الخطوه رقم 5. طيب دول الخمس خطوات. طيب انا كده قدرت اعرف السيتويشن بقى خلاص، يعني انا كده بقى خلاص بقيت مهيئ نفسي للثلاث شهور، مهيئ نفسي للست شهور، مهيئ نفسي لخطه العام، مستعد انا وللثلاث سنوات. جميل. طيب لو اجي هنا بقى في نصايح، في نصايح، نبدا بقى مع بعض في النصايح. البي لما يكون في سلوك انت مش مستخدمه وعاوز تتبناه، ده البي. يعني ادي لحضرتك مثال، مثلا وليكن زي ما انا قلت في بعض الدول انصحه مثلا انه يتبنى انه يرجع للحياه الطبيعيه، فبالتالي هو هينفست في حيوانات اليفه يربيها مثلا، فده هيبقى بي اللي هو ايه؟ هي بيجيننج او هي بيجن حاجه جديده ما عملهاش قبل كده، ده البيجيننج، سلوك جديد هتضيفه. وصلت لحضرتك؟ يبقى هم ثلاثه، ام وال وبي. ام اللي هو هيكون دو مور، ال دو ليس، بي بيجن. النصايح والارشادات العامه، وبعد ما هخلص ان شاء الله هنفتح حوار مفتوح، انا تحت امركم في اي شيء. اول نصيحه وارجوك بقى بالتركيز لان انا محتاج ده يصيب القلب والعقل عندك. اول حاجه عاوز حضرتك تفرق ما بين ان اموالك هي اللي في حاله سيئه مش انت، تمام؟ تاني، الاموال هي اللي في حاله سيئه مش حضرتك، لان الازمه الفتره الجايه هتبقى نفسيه اكتر، فانت ما تربطش بين الاموال وبين نفسك، فبالتالي الاموال هي اللي في حاله سيئه، لكن مش احنا كبشر، احنا ما عندناش مشكله، احنا موجودين وعايشين. الشيء الثاني، كان صديق وهو موجود معانا هنا قال لي جمله جميله جدا، قال ايه؟ المال بيعمل حاجه واحده بس، ايه هي؟ بيكبر في الفعل. يعني ايه؟
مثلا لو انا كريم الفلوس هتعمل معايا ايه؟ هتخليني اكرم اكتر او كريم اكتر. يعني دايما الفلوس كسرتها بتودي لمبالغه الفعل لكن ما بتديش الصفه. لو انا كريم، كريم ومعايا فلوس ومعيش فلوس، الموضوع ملوش دعوه بالفلوس. طب لو انا كريم ومعايا فلوس هبقى اكرم، هبقى كريم اكتر، هيحصل مبالغه في الصفه. فبالتالي عاوزين نقلل من ارتباطنا بموضوع الفلوس بشكل كبير، لان اللي فعلا في حاله سيئه الفتره الجايه هو الفلوس مش انا كشخص. ودي نصيحه مهمه جدا وخلي بالك منها. ده واحد. اثنين، في ناس منا بتربط قوته الاجتماعيه ومظهره بالفلوس، ودي كارثه. ليه؟ لان المال بيخضع لقوانين المد والجزر، زيه زي البحر، يوم يزيد يوم يقل. طيب في الفكره المشكله في ايه؟ لما تربط معاه قوتك الداخليه بيه فتفاجئ لنفسك بتزيد وتقل معاه، ودي اكبر كارثه. عشان كده محتاجين اللي عندنا اللي رابط المال بمصدر قوته محتاج انه يفصل الفتره الجايه دي، لان الازمات دي ممكن تسبب ازمه او مشكله نفسيه ليه. ده كده اتنين. ثلاثه، لازم نكون حقيقيين في تعاملنا مع المال، يعني لا ندعي مظاهر مش موجوده عندنا. ليه؟ لان المظهر اللي بندعيه احنا مش موجود عندنا بيجعلنا ننفق بشكل مبالغ فيه. طب ايه الحل هنا؟ الحل دايما قول الحقيقه في المال، قول حقيقه في الفلوس، انا معايا انا معيش. لكن موضوع التجمل في الفلوس خاصه، او ان انا ابدا اعمل اشياء كمجامله للناس او كمظهر اجتماعي في الفتره دي، ده مش متاح. بالعكس لازم تكون صادق مع نفسك جدا في الامور اللي انت قلتها. اربعه، ده حصل فعليا، ابدا تفاوض في مبالغ الايجارات. اول حاجه في بعض الدول جزاها الله خير، سلطنه عمان، السعوديه، الامارات، بدات تاجل الاقساط للبنوك لست شهور وتسع شهور وثلاث شهور، كل دوله حسب الرولز اللي موجوده فيها. فده بالنسبه للاقساط. الايجارات لازم في الايجارات حاول تتفاوض مع الملاك. وبالفعل انا مثلا في اكثر من حاجه عندي بدات اتفاوض مع الملاك والناس استجابت، لانه ايه بديله؟ خلي بالك برضو حط نفسك مكانه. ايه بديله؟ ايوه يا فندم، باقي 10 دقائق الله يسعدك. طيب حاضر. طيب ايه البديل في التفاوض في الايجار؟ انك انت بتطلب فلوس. طيب هو لو ما اجلكش المبلغ او ما خدش منك مبلغ اقل خسر الزبون، طب انت هتسيب له المكان، فهو اوريدي بيتفاوض ويقبل. وخلي بالك بقى هنا التفاوض في مبلغ الايجار والاقساط ده في اول 3 شهور لازم تبقى حاطه. في كل الدول فعلا حصل ان في ناس كتير اصحاب مباني وعقارات بداوا ياجلوا. طيب خمسه، دي حطها في عقلك على طول. دي عندنا حاجه ثابته، بيقول لك ايه؟ كاشز كينج. الكاش ده هو الملك، فاحتفاظك بالسيوله في الفتره دي اهم من الربح. افتكر دي، احنا في الازمات محدش فينا بيبحث عن الارباح دلوقتي، وان كان في بصيص للارباح للي بيقدر يستغل الازمه، لكن ده مش كل الناس بتقدر عليه. طيب امال ايه اللي موجود دلوقتي؟ اللي موجود ان السيوله اهم من الربح. فحاول ان حتى لو في استثمارات قدامك في الفتره الجايه ما تفكرش فيها. امال ايه؟ الكاش تفيدك احسن. وعلى فكره انتوا لو تلاحظوا الاقتصادات كلها، الناس دلوقتي فعلا اللي معاه فلوس مش راضي يدفع اقساط، يعني حتى اللي عنده فلوس مش راضي يدفع، فبالتالي ماسك الفلوس في ايده. طيب موضوع العقارات افضل لو معاك، لو انت طلع معاك اول معادله عملناها طلعت معاك ب 12 و13 او 9، حضرتك اشتري 100 عقار، لانك انت بالعكس انت في احسن وقت تشتري فيه عقار. لكن واحد طلعت معاه المعادله الاولى 0.7 0.8، ده اهم حاجه عنده يحفظ كاش الفتره الجايه. دي النصيحه رقم خمسة. ستة، لو استمر الوضع 6 شهور وقف الاقساط. يعني يعني حضرتك لو واخد سياره رجعها او وقف اقساطك خلاص. لو واخد شقه تساوم مع المالك او مع البنك او قول له خلاص انا هرجع الشقه ومحتاج المبلغ اللي ليا حتى لو هيخصموا نسبه. ليه؟ لان هي لو دخلت اكتر من 6 شهور ده معناها ان هي هتستمر اكتر من كده،
يعني لو الأزمة استمرت لست شهور وارد أنها تطول. في الحالة اللي زي دي نصيحة، نرجع العقار أو نستوب عن دفع الدفعات ونشوف الملك هيعمل إيه. تمام؟ ده ستة. سبعة، في حالة زيادة السيولة النقدية، ودي أقصد بيها، أقصد بيها إن الرقم معاك اللي في الأول عدى الواحد، يعني ثلاثة أربعة خمسة. المشكلة أستاذة سوني مش موضوع إن إحنا نأجل العقار، لو الأزمة طولت، لو الأزمة طولت مش أنت اللي هتدوري على إرجاع العقار، البنوك والممولين هم اللي هيشوفوا طريقة يجدولوا بها الديون، ما تقلقوش من دي. يعني مثلا لما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية في 2008 أزمة الرهن العقاري، مين اللي كان بيدور على التاني؟ البنوك اللي بتدور على الناس. فلو لا قدر الله الأزمة استمرت، الموضوع مش على حضرتك لوحدك، الموضوع كل، فبالتالي البنك بيتدخل ويبدأ يعمل خطة جديدة للسداد. وارد ان يكون منها ان انا ارجع القسط، يقول لك هخصم 100 من قيمة العقار واديك الباقي، وادولك على مراحل، هناك بقى حسب حالتك المادية شكلها ايه. طيب في حالة زيادة السيولة النقدية، في حالة زيادة السيولة النقدية، لما السيولة النقدية تزيد معاك، تزيد، وأكرر المعادلة رقم واحد اللي أنا عملتها مهمة جدا جدا، المعادلة رقم واحد مهمة، لو المعادلة دي طلع معك بواحد ثلاثة أربعة خمسة رقم في واحد، أنت معك سيولة نقدية. في اللحظة دي السيولة دي أحسن وقت لشراء العقار الفترة دي. لو استمرت الأزمة ست شهور العقارات هتنزل الأرض. اليهود دايما كانوا يقولوا في اللحظة دي إيه؟ يقولك اشتري العقارات والدماء في الشوارع. أنا هنا بتكلم، أعيد كلامي عشان يكون واضح، أنا هنا بتكلم لمين؟ اللي عنده سيولة عالية، اللي نسبة السيولة عنده أكبر من الواحد الصحيح. طب اللي 0.8 0.7 0.6، لا الكلام مش لحضرتك. 8 برضو للي معاه سيولة، الذهب طالع، الذهب طالع بشكل غير عادي. لاحظ كده معايا المنحنى، 2015 1350 دولار، 1600 1700 1750 1000، واخد بالك؟ شوف 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 احنا بنتكلم في كام، 1750 و1800 وطالع، لاست كلوز 1766. مدرك حضرتك الرقم 1766؟ مدرك الرقم. وارد ان الذهب 2020 20، لان دايما الخوف لما بيحصل في الازمات الناس بتلجأ للذهب. فلو في سيولة، ارجع عيدها تاني، لو في سيولة، لان مش كلنا معاه سيولة ومش كلنا عنده النسبة اللي في الاول طلعت اكتر من الاثنين ومن الثلاثة، لكن انصح انه يشتري ذهب. وهنا مش الذهب اللي هو الذهب بتاع الستات وكده، ده انا بتكلم فيه السبايك اكيد طبعا. 9، لو استمرت الازمة اكتر من عام، افتكر الكلام ده، لو استمرت الازمة اكتر من عام، نصيحة مني، حاول تعمل سلة عملات. يعني ما تكونش فلوسك دولار، ما تكونش فلوسك من عملة واحدة، حل فلوس اللي معاك تبقى من اكتر من عملة، ويكون فيها الايوان الصيني، انصحك بده. 10، ابتعد عن دخول في اي استثمارات جديدة. المقصود بالاستثمارات عشان ما يحصلش لبس عندك، المقصود بالاستثمار عشان ما يحصلش لبس عندك، شراء الاسهم ما تدخلش فيه دلوقت، مش فترته نهائيا. الفوركس اللي بيتعامل فوركس مش وقته. العملات الرقمية كل ده في احتمال كبير انه ينهار. ما يغركش الارتفاعات الطفيفة اللي بتحصل. وارد ان سوق اسواق الفوركس والعملات الالكترونية خاصة تنهار. فنصيحة مني، ابعد عنهم نهائيا الفترة دي، وافتكر دايما كاش از كينج. نصيحة بقى، وده انا جربتها في الادم من الفترة دي، شوف احنا داخلين هيقل، لكن لازم تشوف طريقة لبدء عملك عبر الانترنت. وعملك هنا اقصد بيه يكون فيه متجر بتبيع شيء، اقلبه للانترنت. بتقدم تدريب، اعمل ويب سايت محترم لنفسك. بتبيع مواد غذائية حتى، بيع من عن طريق الانترنت. لازم نبقى مجهزين نفسنا للفترة اللي جاية. الاقتصاد اللي جاي اقتصاد رقمي، واظن كلكم عندكم معلومات من اللي بيحصل. نصيحة رقم 12 وانهي بيها، طبعا استعن بالله، احنا عندنا في الدين بتاعنا حاجات كتير تخلينا نقوي روحنا. الصدقات في الفترة دي بتفرق، والاستغفار طبعا اكيد بيفرق معانا. ارجو من الله عز وجل تكونوا استفدتوا، واكون ضفت لحضراتكم معلومات جديدة، وبجد اكون يعني افدتكم، ولو ساهمتوا لو حتى بواحد في المية في اضافة معلومات جديدة ليكم.
ان شاء الله المحاضره بتاعتي هتكون موجوده على رابط القناه بتاعتي على يوتيوب هيثم الروبي، المحاضره دي والمحاضره اللي فاتت، وان شاء الله هيكون معاها المواد العلميه. وفي حاله وجود اي استفسارات يشرفني، بالعكس معظمكم معاه ارقام التليفونات بتاعتي يتواصل معايا في اي وقت، ومستعد ان انا اساعده في سواء حساب المعادله في الاول، تكوين الجدول بتاع الخطه. انا تحت ان شاء الله عندي محاضره بعد بكره في الكوتشنج، الاتحاد العربي للكوتشنج، هتكون عن الكوتش المالي، وهنتكلم فيها بتوسع بقى عن علاقه كل شخص بالفلوس شكلها ايه. بامانه ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا، ويكون ان انا اضفت لحضراتكم حاجه جديده، وشاكر ليكم وشاكر لذوقكم. اخي تركي لو انت معانا، اخي تركي، تركي سابنا وهرب. موجود موجود حبيبي. طيب جزاك الله خير حبيبي، انا كده خلصت. الله يعطيك العافيه. انت عملت ريكوردينج اكيد صح؟ ابو نواف موجود؟ مستشار تركي عملت ريكوردينج. يا يس نعم نعم ابو نواف. جميل جدا. خلاص اختم ابو نواف، ما عاد في وقت. على طول اسم على قناتي على اليوتيوب اهو، هيثم الروبي، ده اسم القناه. يشرفني تواجدكم. ما اروعك يا هيثم والله، ما اروعك يا حبيبي والله، يشفي الليل كله. طبعا قدم هذا المساء المدرب والمستشار المالي هيثم الروبي شيء من الجمال في إدارة الأزمة المالية. هيثم الروبي هو مدرب ومستشار مالي وخبير في جمعية الأوراق المالية، استشاري جمعية المحاسبين والمراجعين، حاصل على شهادة ACCA من بريطانيا، ويشرف الآن على عملية إعادة هيكلة أحد أكبر البنوك. قدم نصائح تكتب بماء الذهب. شكرا من القلب أخي هيثم، كنت رائعا. شكرا لي، شكرا للجميع. أعطيت بحب، أعطيت بسخاء. شكرا لكل الحضور، والله يعطيكم العافية. وباسم رابطة المدربين العرب نتقدم بالشكر والتقدير للمدرب والمستشار المالي هيثم الروبي ولجميع الحضور، على أمل اللقاء بكم في ليلة الغد بإذن الله سبحانه وتعالى في نفس الموعد عند الساعة 10 مساء مع المهندس سمير البهكلي. شكرا لكم جميعا، طابت ليلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.